هذا البرنامج برعاية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج سفرة دايمة، البرنامج طبعا اللي بطول عليكم طيلة شهر رمضان المبارك واللي منقدم لكم فيه ومن خلاله أكيد مجموعة من الأكلات الشهية والطيبة الفلسطينية والعربية مع ضيوف أكيد مميزين. خلينا نتعرف شوي على ضيفتنا اليوم معنا. إيمان أبو غزالة. أهلا وسهلا فيكي. في اليوم بدنا نعمل دجاج محشي. يا سلام. طيب. بطريقة غريبة. دجاج وبازيلا، لحمة، رز، لوز وبهارات. بهارات هال وفلفل أبيض. وبهار عادي سادة وملح. هذه المكونات اللي احنا بحاجة إلها. هاي هي المكونات، وطبعا بتاكل معها سلطة. سلطة خضراء عادية. سلطة يعني. عادية أو لبن كمان بنقدر ناكل معها. حسب الرغبة. بالضبط. طيب. بدنا نبلش. بدنا نقسم الدجاجة من النص. طبعا برضو احنا تعودنا على سكينتك الصغيره اللي بترتاحي فيها على ايدي، بشعرها مريحه يعني، بحب السكاكين الصغيره. بتعرفي كمان السكاكين المسننه للحوم افضل. والله اما افكر اللي هي بتكون مسنونه سن بدون يعني اسنان. بتكون هيك. انا بحب اللي بتكون مسننه هيك، بتريح بالتقطيع. انا ما بتزبط معي. بحس اللي بتكون هيك مسطحه وماضيه هي اكثر. هلا بنفرغ الجلد من تحت الدجاجه، نحاول نعمل لها فراغ عشان هون بدنا نحشي مش بقلبها. هلا بنحط شويه زيت زيتون تقريبا معلقتين، بنحط ملح، تقريبا معلقتين صغار، وفلفل اسود شوي صغيره، فلفل اسود، بهار ساده معلقه صغيره، حب هال، وفلفل ابيض. هدول بنخلطهم مع بعض. نخلطهم سوا. طيب مشاهدينا كمان خلينا نقدم المقادير مكتوبه للمشاهدين على اساس انه كمان الستات اللي بحبوا يتبعوا معنا يشوفوها مكتوبه. خلينا نشوف المقادير سوا. هلا بدنا ندهن هاي الخلطه اللي عملناها، بدنا نحطها جوا الدجاجه وبرا الدجاجه، اللي هي زيت الزيت مع البهارات. البهارات ندهنها كلها في قلب الدجاجة وبرا الدجاجة. وملح حطيتي فيها كمان؟ حطينا ملح طبعا، اهم شيء. يعني هذه الطبخة ايش نحكي، دجاج محشي تحت الجلد. الكل بحب الدجاج المحشي اكيد. يعني هي من الاكلات اللي كمان بتعرفي سهلة، يعني الواحد ما بيعرف ايش بده يعمل. مزبوط. وكمان تغيير يعني. صح. فمحبوبة ومرغوبة. خطوة اولى بدنا نعملها. هلا بدنا نعمل الحشوة. بس اغسل. تفضلي. كمان انا شايفة انه انت جايب بازيلا وجزر مفرز. ايوه. بيفرق اذا منجيب طازة او مفرز؟ لا ما في مشكلة. صح؟ عادي. حتى بتعرفي ما بيفرق بالقيمة الغذائية. يعني أكيد. احنا كنا يعني نستضيف ناس يحكوا لنا انه نفس القيمه، لانه كل شيء في له فوائده ويعني ما بيخسر من القيمه الغذائيه تبعته. طيب هلا بدنا نحط شويه زيت. ايش بدنا نحمل هلا؟ بدنا نحط شويه زيت، معلقه واحده. خليها قريبة لأن رح نرجع نستعمله. بدنا نقلي هذا شوية لحمة. هذا زيت ذرة. زيت ذرة. هلا بدنا نقلي شوية صغيرة لحمة، عسبت إنه بدنا نحشي الدجاجة باللحمة وبازيلا ورز. م.
طبعا بنكون مطلعينها من الفريزر قبل بوقت. اللحمة المفرومة انه بنخليها تتصافى شوي، بنخليها تتصافى من هي بتيجي من يعني بتيجي صافيه من عند اللحمه، فيها ما في داعي يعني ما في داعي بصفايه. لا في ناس بتحب تغسلها برضو، مش غلط انها تنغسل قبل ما يستعملوها في الاكل. في ناس خصوصا اللحمه المفرومه بيقولوا انه يعني لا يفضل انه تنغسل، يعني لانها مش زي اللحمه العادي القطع يعني. بالفعل هي بتزنخ لو انغسلت. عشان هيك انا بفكر انه هي انه بتتصافى، بس هذه واضح انه يعني ما فيش فيها لا ما فيها. بنحط شويه بهارات، بهارات عاديه، بهار ساده وفلفل على اللحمه. ايوه ست ايمان، يعني كمان ما بنحط عليها مثلا حب هال او لا مش بحاجه، كله مطحون. لا قصدي عشان يعني الزنخه مثلا ولا البهارات بتروحها. البهارات هي نفسها يعني بتضيع اي شيء فيها. نحاول نقليها تقلية بسيطة. كمان شايفة انه في عنا رز، يعني بالزبط. رز منقوع، هذا للحشوة. للحشوة جزء منه، والجزء الثاني بدنا نعمله جات رز وعليه تشكيلة. يعني مش تتقدم مع رز. بالضبط. طب قديش الكمية هاي اللي عاملينها؟ تقريبا كاستين. مجان كبار او الثلاث، يعني في مجات بيجي اصغر، تقريبا تنين. بدنا نحط جزء بسيط من البازيلا. هلا بعد هدول بدنا نحط شوية صغيرة مي، زي بدنا نفلفل الرز عشان تستوي اللحمة. بالضبط نص نص استوى. انا شايفه كمان جايبه لوز. بالضبط هاي للوجه. هلا اللحمه والبازيلا واللوز للوجه للتزيين. بالضبط. هلا الرز تقريبا اللوز. هاي الدجاجه بدها يعني مش اكثر من معلقتين رز. بس معلقتين ثلاثة رز، عسبت انها هي صغيرة وما حتتحمل كتير رز. قديش لازم ينتقع الرز؟ تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. 10 دقائق بمي سخنة. تحطي مي سخنة عليه؟ المفروض. وبعديها المفروض انه ينغسل من النشا. بدي اشيل هذه، مش بحاجة لها. هي المي تقريبا بلشت تغلى، بدنا نحط شوية رز زي كأنه عم نفلفل الرز. سلام ايديك. في ناس بتحب انها تكون هيك شوي على غامقة، بتزيد الواحد البهار. وممكن كمان اذا يعني هي الحشوة عادة ايش بكون لونها؟ يعني اذا بدنا نحط كركم بنفع؟ بصير في ناس بتحب. في مجال ايش ما بده يعني، هاي بهارات هو الواحد بتحكم فيها. بتعرفي انه هذه الحشوة كثير زاكية. اذكى شيء. اذكى شيء مزبوط. يعني بكون لها طعم ثاني، يعني ماخذة من طعم الدجاج والتتبيلة. حاسة انها بدها شوية بهار. هي الشيء برضه العين يعني بتشوفه. العين ذواقة، ايش بيقولوا؟ العين بتاكل قبل الواحد. وشوية ملح حنزيد لأنه الرز بحاجة دايما لزيادة شوية ملح. هي نص استوى، لأن هي رح تنحط بالفرن وتستوي براحتها. يعني مش بنستنى لي لا مش استوى كامل، بس انه اعطيناها هيئناها انها الرز تفتح. ست ايمان هذا الرز اللي انت حطاه ايش؟ بسمتي؟ بسمتي. بسمتي وعادي، انا دائما بخلط الرز البسمتي مع بعض، هو والمصري. وعادي اذا خلطناهم مع بعض ما بتفرق ولا شيء، بالعكس هو اللي دائما الظاهر الرز البسمتي. ما حيظهر الرز المصري من مره، هو اوفر واسكى. لما بتطبخي البسمتي لحاله بيطلع ناشف كتير، هيك بكون مزبوط افضل. مزبوط بيطلع ناشف، هذا بمسكه هيك يعني. بالضبط هيك بكون افضل. بتعرفي انا بحب الرز البسمتي كتير، هيك بكون خفيف. يعني قد ما الواحد ياكل منه ما بحس انه نشوياته قليله. وللرجيم كتير كويس. بقولوا انه منيح كتير. تقريبا خلصنا. كمان في رمضان ناس بتحب يكون في رز على الاكل. المفروض هو اساس الاكل.
يعني بحس الواحد حاله ما شبع اذا ما في رز. بالفعل. هذا ما بدنا اياه هلا خلص صح؟ هلا بدنا نرجع له شوي صغيره. طيب. بس نخلي هاي تبرد وبنرجع لها، نرجع عشان نحشيها. طيب نخليها دقيقتين عبال ما تبرد شوي. خلينا مشاهدينا نروح فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا، وخلينا نشوف شو صار في طبختنا لهلا. هلا عم نسوي اللحمه، بنكمل اللحمه المفرومه بالضبط. بس كنت احكي لك عن الحشوه، انه ليش ما بصير نحطها في الدجاجه يعني على طول، خليها تبرد شوي. خليها أحسن. تبرد افضل، حسبت انه الدجاجه بارده والحشوه سخنه بلاش انها تعصلج في الاكل وتيبس وهيك. خلص اذا بنخليها شوي ترتاح بالضبط بنكمل اللحمه المفرومه. هلا حتى نفس الطريقه بالضبط، بنحط ملح بس بنسويها يعني استوى كامل، هذيك نص استوى اللحمه، شوي بهار يعني. هاي المفروض قديش تاخذ وقت؟ عسبت انه تنشف ميتها. اوكي، لانها راح تكون على وجه الاكل، على وجه الرز. في ناس يعني بتخربشوا شوي من موضوع اللي نص استوى، يعني اللي هو قديش بياخذ وقت. يعني عشان يعني مثلا هاي اخذت يعني بس غلوه صغيره وخلص. وخلص مش خلص استنى. لا هاي لما بدنا نخليها تستوي هلا بتشوفوا انه تنشف ميتها. بنضلنا وراها هي اللحمه المفرومه كمان بسرعه بتستوي بالضبط، يعني ما بتاخذ وقت كثير. واللي على الوجه لازم تكون مستويه اكثر، لانه هذيك هلا رح تنحط بالفرن وتستوي. هذه اللحمه للزينه. للزينة يعني. ايوه بالضبط. هلا بدنا البازيلا اغلبك انا. تفضلي. برضه البازيلا بدنا نحطها في طنجره ونخليها تتدجن انها تستوي كمان، بس بدون مي بدون اشي. بنحطها على نار خفيفة. ما هي اصلا بيكون فيها مي عشان مجمدة كمان، يعني فيش داعي نحط فيها كمان برضو مي. هاي للزينة. حتى هي الخضرة مش كتير بحاجة انه يعني حسب الرغبة طبعا، بس الأزكى انها ما تكون كتير دايبة يعني. بالضبط، يعني هي مش رح تدوب كتير. تضلها يعني فيها هيك عشان تضلها محافظة على قوامها. بالضبط. هلا بدنا نخلي هدول يستووا منيح. الرز استوى. خلص بدنا برد، بدنا بدنا نبلش الحشي. بالضبط، بس هاي بدي اسكرها شوي البازيلا، وهاي بدنا نحشيها. هلا بدنا نجيب قطعه الدجاج، طبعا هي معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول ندخل الرز تحت الجلد. تحت الجلد. هلا قد ما توسع يعني مش شرط كل الكميه تروح. يعني الكميه اللي زادت بنحطها على الوجه. طبعا باصبعنا المفروض انه ندخل الرز الحشوه جوا وما بتتفرط ولا شيء. لا ولا شيء، بالعكس. يعني هذا اكيد طعمته بتطلع غير شكل، يعني عن جد مش حتندم. بين الدجاجه وبين الجلده طبعا، يعني احنا قلنا الناس يعني كل واحد ورغبته انه ممكن يشيل الجلده اكيد، بس هي بتحافظ على رطوبه الدجاجه كمان عشان ما تنشف يعني في الشوي او وما حتنفع بدون جلده يعني الدجاجه. هاي الاكله بالذات ما حتنفع بدون جلد.
هذه اختراعك يعني الطبخة؟ هي والله ولا هي متعارف عليه انه الحشوة بتيجي تحت الجلد؟ بصراحة من الحبايب كتار، وكل واحد يعني بقول لك انا تعلمت كثير من اللي حوالي. طبعا وصفات، وكل واحد بالفعل خبرات مختلفة يعني. هلا هيك هاي تمام صارت، اذا لاحظين انها هيك نفشت شوي. حشت صارت محشية. هلا بدنا ناخذ البقية. بتلاحظي انه يمكن ينزل لتحت، مش مشكلة لو نزل على الصينية شوي يعني بيستوي وزاكي برضه. ما في داعي، لانه في ناس ممكن تخيط يعني يخطر على لا ما في داعي من مرة، ما حتنفتح ما حتنفتح من مرة. في ناس بحطوا نكشات اسنان مزبوط كمان بس طريقة منحاول يعني بنحاول انه ندخل الرز لجوا. هيك اللحمة ايش شو اخبارها؟ لسه انا خففت والله النار عليها. طيب انا اللحمة المفرومة بحبها محمرة، ما بعرف ليش بس يعني هيك بحبها، خصوصا لما تكون على الوجه للتزيين يعني. ايوه انه حلو تكون شوي محمرة صح؟ مش غلط اكيد. في ناس كمان بحطوا عليها صنوبر بيصير كأنه من التزيين يعني. ايش بحب الواحد يعني هاي الاشياء. احنا عندنا لوز، احنا رح نقلي اللوز اكيد يعني. هلا رح نقلي اللوز بعد اللحمه. هيك تمام ان شاء الله. تمام وهيك بتكون عندنا الدجاجه محشيه. احنا دجاجتنا كانت صغيره بس هلا بينت كبير شوي عشان انحشت، خصوصي احنا جايبينها صغيره. طيب مشاهدينا يعني ريثما انه طبختنا يعني تستوي، خلينا نروح لفاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية مرحب فيكم مشاهدينا من جديد، وبنرجع لست ايمان وشو صار في الدجاج المحشي تحت الجلد. وين وصلنا؟ هلا بدنا نحط شوية مي عليه، ملح اول تقريبا معلقة صغيرة أو أقل طبعا يعني هو الرغبة، شوية زيت، شوية صغيرة مي تقريبا نص كاسة، ومنلفها بالقصير أو السيلفر. ونحطها بالفرن. ننحطها بالفرن. درجة حرارة قديش؟ تقريبا 140 عسبة انه ما بدنا حمي كتير انها تنحرق وتستوي يعني براحتها. وقديش بدها وقت؟ تقريبا ساعة، ساعة وربع هيك اشي. اظن في اشي هون كمان استوى. استوى تقريبا. هاي البازيلا والجزر. هيك 140 هدول لازم نحطهم على اللحمة هيك صح؟ خلصوا هدول تقريبا جاهزين، بس شوية صغيرة كمان يستووا عسبة هدول للوجي. خليهم شوية صغيرة نخليهم يستووا. بنخليهم بدي صحن احط اللحمة جاهزات. تفضلي. هاي اللحمة اللي على الوجي لازم تكون مستوية زيادة جاهزة. هلا بنستنى شوي البازيلا. طيب احنا بنقدر نعمل السلطة كمان. السلطة وبدنا نعمل الرز. اوكي ايش بتحب نبلش بالرز؟ بالضبط. تمام هذا رز يعني هلا بنحط له زيت صح؟ بدي احط شوية زيت في القاع، في قاع الطنجرة. بعدين بدنا نحط شوية بهارات، بهار سادة وفلفل شوي اسود. فلفل اسود. شوي صغيرة فلفل ابيض. هل ما حطيت لانه تقريبا الرز هدول بدهم معلقه كبيره ملح. يعني بتحطي البهارات قبل ما تحطي الرز؟ بالضبط. هلا بدنا نخلطهم مع بعض بعدين نحط المي نغليها شوي. بس يعني هي بتفرق اذا بنحط لا هي بس هي عسبت انه البهارات تعطي لون للرز بهاي الطريقه. طيب جميل. اذا هي الرز هذا شو
هذا حال مطحون. ما بدنا نستعمله. ريحته حلوه كثير. بهذا الوقت خلينا نعمل اللوز، نقل اللوز. بحاجه لزيت طبعا. طبعا هاي البازيلا تقريبا جاهزه، يعني كمان الواحد في المطبخ بيقدر يعمل اكثر من شغله بنفس الوقت. اكيد يعني انه هاي الزينه والرز وال يعني والطبخ والجاج في الفرن عشان الواحد يكون على الوقت. حط هدول صحن ثاني. لفيت حوالين حالي جنب اللحمه. لا انا جايباها خصوصي. هاي البازيلا استوت جاهزه. هلا هاي للوز شوي صغيره. خاطو ما ملحتي البازيلا وجزر؟ ما هي اللحمة مالحة. لازم الواحد ينتبه على فكرة انه مش يملح اكثر من اشي. مشكلة اذا طلع الاكل مالح، مشكلة كبيرة. زي ما قلتي يطلع دلع ولا يطلع مالح. دلع بتعوض يعني. اكيد. الا الرز. اذا طلع فيش فيه ملح منيح مشكلة. بيكون طعمه مش زاكي. بنحاول بس نخلط الرز بالبهارات عسبة تعطيها شوي انها رز مفلفل. اعطى شوي البهار، اعطت شوية لون. يعني بنقلب شوي الرز بالزيت. يعني مش عطول بنحط المي. لا هلا بنحط المي، هي المي سخنة بالاساس. بنحاول يعني هلا كاستين رز قديش بدهم مي؟ تقريبا كاستين ونص مي. كاستين ونص مي. ايوه. هذا البرنامج برعاية. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وخلينا نرجع نشوف شو صار في الدجاج المحشي والرز، يعني كمان الحشو اللي على الفرن او على النار. خلينا نقول الرز استوى. هلا بيكون استوى. ايوه بالضبط. جاهز الرز والدجاج. الدجاج احنا تركناه على مهله، يعني يستوي على مهله. وكمان عنا السلطة، يعني هلا كمان رح نعمل السلطة. كل اشي جاهز عنا. تقريبا جاهز. هلا بدنا نسكب الرز. الرز وبعديها نعمل السلطة. لنعمل السلطة اول. إذا بدك أنا بعمل السلطة. ماشي مش مشكلة. وأنتي اسكبي الرز. زي ما بدك مش مشكلة. طيب عبال ما أنتي تسكبي الرز. نسكب الرز. يعني السلطة إحنا كل إشي جاهز عنا. أحط الخيار على البندورة. بالضبط. عنا طبعاً بندورة مفرمة والخيار. حلو أنتي مقطعاهم بال بهاي القطاعة. انه بيطلعوا كل واحد كل واحدة واختها. ريحة الرز الحشوة كتير حلوة. هاي كمان الجزر. ممكن كمان نبرش الجزر في السلطة. بصير. عشان بيكون طري. هيك الرز تمام. انا خليت لك شوي تكملي ال غلبك معلقة. نفس معلقتي. مش مشكلة. هلا بدنا نفرد اللحمة على الرز. هاي طبعا للزينة يعني. ايوه بالضبط. نجيب كمان معلقة. نحط البازيلا. نحط البازيلا والجزر. البازيلا في ناس ما بترغبها كتير، بتقدري انك ما تحطي كل الكمية. الا يوقع الاشي. معلش. وبضل اللوز. بالضبط.
أنا كمان هون بدي أحط البصل على السلطة. شايف لما بكون في إيد تانية في المطبخ بتساعد أكيد. طبعا كمان السلطة يعني حسب إيش موجود عندنا، يعني في عندنا جرجير مثلا اليوم، ممكن خس، مرات ممكن خس، مرات بقدونس، بقدونس ملفوف أحمر. بتعرفي الجرجير كتير زاكي بالسلطة أكيد ومفيد كتير، وهو كمان بفتح النفس. بس إحنا عندنا كمية كبيرة. هي لو حطيتيها مع الملح بدوب. صحتين وعافية. الله يعافي قلبك. هاي سلطتنا، ضل بس نحط الزيت والملح والليمون. وليمون تقريبا الملحات هدول. في عنا نعناع كمان. بالضبط، في ناس ما بتحب النعناع بالسلطة وهو الرغبة. أنا بحب الزيت كتير مع السلطة، وزاكية. في ناس بيعملوه بدون زيت، بس أنا بحس الزيت هيك بيعطيها يعني حيوية للسلطة. بالزبط. وبعدين على فكرة بيحافظ عليها يعني خضرة أكتر وقت ممكن يعني. بالضبط. الملح أنا بفضل يعني قبل الأذان بعشر دقايق ملح حط على سبت. الليمون مش مشكله، بس الملح لانه مش الليمون اللي بدبلها يعني، لا الملح اللي بدبلها. بنزل ميتها وبيخليها هيك دبلانه للسلطه. فقبل 10 دقائق. وبهيك مشاهدينا بتكون طبختنا جهزت، الدجاج المحشي طبعا يعني حشوه خاصه هي تحت الجلد، ورز الحشوة اكيد، وكمان الى جنبه طبق سلطه، وكمان يعني في ناس بتحب لبن مثلا بدل السلطه، او كمان الى جنبه يعني لبن. بالضبط. شكرا كثير لك ست ايمان، شكرا يعني غلبناكي ويسلم ايديكي. وكل سنه وانتي سالمه. وانتي سالمه، ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله. تسلمي. وكمان شكرا لكم مشاهدينا، وكل عام وانتم أكيد بخير. أنا بحب أشكر كل اللي ساهموا في إنجاح هاي الحلقة. هاي تحياتي، بشوفكم الحلقة الجاي بأكل جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعايه